تلك الغنم، يكفي 7 أسياخ. الأدوات: 7 أسياخ خشبية. المقادير: 900 غرام لحم كتف الغنم مقطع إلى مكعبات. لخلطة التتبيل: 250 غرام أو كوب لبن رائب، ملعقة طعام زنجبيل طازج مبشور، ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة، ملعقة صغيرة كمون مطحون، ملعقة صغيرة كركم، نصف ملعقة صغيرة بابريكا حارة، عصير ليمونة واحدة، فصّا ثوم مفرومان، ملعقتي طعام كزبرة طازجة مفرومة، ملعقتي طعام زيت زيتون، وملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: نمزج في وعاء اللبن مع الزنجبيل والكزبرة المطحونة والكمون والكركم والبابريكا وعصير الليمون والكزبرة الطازجة والثوم والملح. نضيف مكعبات اللحم إلى الخلطة. نغطي الوعاء ونضعه في البراد مدة 4 ساعات على الأقل أو مدة ليلة كاملة. ننقع عيدان الشيش في الماء ونضع مكعبات اللحم فيها ونطهو فوق موقد شوي أو باربيكيو ساخن أو مشوى لبضع دقائق لكل جانب.